طالبنا مش هنمشي من هنا، مش هنمشي من هنا. والمجلس المنفذ طب والناس دي لحد امتى هتفضل تلعب؟ حتى لو تفاوضنا وعندنا يعني كل التفاوض، كل الامكانيات للتفاوض. انت البرلمان بتاعك هنا، الناس دي لحد امتى مش هتحترم عقولنا بتاعتنا من هنا؟ واثق يا دكتور ان المجلس العسكري هيجاوب كل طلبات الناس اللي كل يوم بتنزل التحرير دي؟ استنى بكره اسمع، ولو ما عملش هنقف. يبدو الدكتور عنده معلومات، يبدو عن حضرتك معلومات. دكتور يا دكتور يا دكتور، ما عنديش معلومات. المجالس اسرار ومش هتكلم في اي حاجه. مش اسرار علينا احنا مع بعض. معلش بس احنا مستنيين بكره، يمكن انا اقول حاجه تطلع مش هنشوف ابو ضخم امريكا عليه على الشعب، على الشعب المصري. مين اللي بيضغط في امريكا؟ راجع بضغط من امريكا، راجع بضغط من امريكا او على المجلس العسكري. يعني واحد فاسد زي ده يبقى وزير اثار ازاي يعني؟ رجع ازاي؟ انا بص، انا راجل بسيط عارف رجع ازاي. هنشيل امه، ها هنشيل امه شخصيا. امريكا رجعها دي، هنشيل امه شخصيا. انت رديت لهم المجلس العسكري لما اقتحم المعتصمين امبارح في السويس؟ اه طب ايه اللي بدا يتم؟ خلي بالك قناة السويس خط احمر، خط احمر امن قومي. قناة السويس امن قومي بفلوس المصريين. عملنا حاجة ايجابية مع المجلس العسكري لما اقتحم الثوار هناك وفرقهم بالقوة امبارح. ده على طريق مصر بتاع العين السخنة. لا مش من حق طريق السخنة. ايوه عم ربنا يخليك يا دكتور. بعد اذن حضرتك يا دكتور، سؤال صريح جدا. السؤال ده يا دكتور، هل حصل ديل بين المجلس العسكري وحسني مبارك قبل ما يسلم لهم السلطه؟ بصراحه يعني توقعات حضرتك، انا حاسس بكده. اولا هم كانوا متوقعين ان الثوره دي تحصل في شهر ابريل. هم كانوا رافضين التوريث طبعا. تمام طبعا. بس ما فيش ديل اللي هو ما يتحكمش يخلع هو وعايز انا حضرتك عملت ايه؟ نجيب المصحف، نجيب المصحف ونقفل عليه. حضرتك محسوب عليك طبعا عشان كده. بس الالف ودني انا قاعد معاهم سبع ساعات مع المجلس العسكري. سبع ساعات يعني المجلس العسكري. انا ما بصيتش بعد البيان بكره. ايه الاجراءات اللي عملتها مع المجلس العسكري؟ نعم. ايه الاجراءات اللي عملتها مع المجلس العسكري بعد ما؟ لا احنا دلوقتي هنطلع قرار بعدم محاسبة الناس على المحاكم العسكرية. ما فيش مدني يتحول على محاكم عسكرية. ده خط احمر ما عادش هيحصل. وهما بيقول لك احنا نتحدى انه في حد محكوم. التطور الثوري للمطالب بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ من ميدان التحقيق بيغلط في شرف شويه. والمجلس العسكري، المجلس العسكري كله هيتكلم، كله هيتكلم ثواني. مش راضي على ده، بس الرسالة ضرورة توصل يا استاذ جورج. يا باشا يا استاذ جورج، لا ضرورة الرسالة توصل يا باشا. انك انت طبعا، لانك انت مش واخدني كريدت كده على البياض. طب والباني اللي قاله النهارده؟ والباني اللي قاله استاذ جورج، الباني اللي قاله النهارده ماله؟ عمل ايه؟ ما عملش مدرسة جديد. هنعمل بكره نطالب عصام شرف ان يعمل جدول زمني لتنفيذ اللي قاله. ما هو مدرسة جديد النهارده قصدي، مفيش حاجة ضابط كده في اللي هو قاله. بتاع الشرطة هتتطهر استقلال القضاء. تمام. أيوة. عندك انت بص، بالنسبة لاستقلال القضاء، بالنسبة لاستقلال القضاء الحد الأدنى للأجور، الحد الأدنى للأجور ده مهمة جدا. استقلال القضاء الأول، الحد الأقصى. في عندنا رجل جريم بتاع استقلال القضاء اسمه حسام الغرياني، هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء. أنا أوعدك يا جماعة في مسيرة بكرة من هنا لغاية مجلس الوزراء. الكلام ده صح الساعة 6 صح كده يا باشا؟ يا أستاذ جورج هتعمل إيه يعني؟ ازاي نعمل ده؟ ومحدش يقول لي كمان اسبوع ولا كمان 10 ايام. انت عملت صندوق عشان الشهداء والجرحى، بكره يتشكل، وبكره تعمل اجتماع، وبكره ما في مجلس اداره. انت بتقول تطهير الشرطه، قول لنا هتطهر الشرطه ازاي؟ محاكمات اول انت عملت محاكمات، هنشوف اول حاجه المحاكمات. خلينا نستنى بكره الشرطه ضابط معانا. ما فيش حاجه لازم تطهر الاول. ما فيش قرار طلعوا بيان بكره يقولوا فيه انه السيد رئيس الوزراء من حقه ان هو يقال كل الصلاحيات. لما يقولوا كده لو ايه؟ لو ما طلعش، لو ما طلعش دكتور دكتور بس دكتور عمرو الوقت فيه 8 طلبات تقدموا للمجلس العسكري. ما شفتهمش؟ لا. ازاي بقى؟ اولا ما فيش محاكمات عسكريه. تمام. ممنوعه.
تطهير القضاء عن طريق قانون قضائي جديد، محاكمة مبارك والعدلي فورا، تطهير الشرطة تنفيذ قرار حل مجلس الاتحاد العمال اللي احنا واخدين بيه قرارات قضائية، تطهير مجلس الوزراء والنقابة، تعديل وزاري أو وزارة جديدة ينطهر منها كل الناس اللي موجودين كانوا في الحكومة. طب كان قبل كده دكتور عصام شرف هو اللي قاله بيقول 3-4 مطالب بس من غير جدول زمني، يعني طالب بجدول زمني هو ده المطلوب. انت عملت طلبنا ان يبقى في صندوق عشان الشهداء والجرحى، قال انا هعمل هذا الصندوق برئاستي وهشكل مجلس بتاع مجلس اداره ونبتدي نتكلم بكره الصبح، يعمل ده وبكره الصبح يعمل اجتماع بس الوقفة بتاعت يوم الجمعة غير الوقفة بعد الجمعة.